زملكاوي. زملكاوي. لا اهلاوي. زملكاوي. اهلاوي. زملكاوي طبعا. اهلاوي طبعا. اهلاوي. طب مين اللاعب اللي كان السبب في ان انت تشجع الزمالك؟ طارق حامد. كده عشان انا واحد زملكاوي بحب طارق حامد قوي، والزملكاوي كلهم بيحبوه، يعني لعيب بقى له 4 سنين على مستوى ثابت، بس هو طارق حامد اللي محببني في الزمالك. لو مشي من الزمالك مش هشجع الزمالك تاني. وليد سليمان. ليه بقى؟ يعني كوره حلوه، يعني عرضياته حلوه. قديما كان بيبو مصطفى عبده وطاهر ابو زيد. ثابت طبعا استاذنا كلنا في الاخلاق وفي الادب. حديثا بقى ابو تريكه، محمد بركات. انا حازم امام الكبير. ليه؟ انا الجيل بتاعي طلع على، انا بحب اللاعب المهاري، فانا الجيل بتاعي طلع على ان كان تيم الزمالك كان حلو قوي، اللي هي الفتره بتاعه 2002 2003، وفي الفتره دي كان حازم امام برده خد امهر لاعب في العالم. كل اللعيبه اللي بيعدوا على النادي معظمهم يعني ناس كويسه، يعني عندك بقى ابو تريكه وبركات وكل الناس دي، يعني بيعلموك ازاي الواحد يحب النادي وبيخاطروا وبيعملوا كل حاجه عشان النادي. يعني طبعا كابتن محمود الخطيب، عشان خاطر التاريخ بتاعه، عشان خاطر فرحنا، عشان كنا عيال صغيره بنقول بيبو، فعشان طلعنا بنحبه من لعبه ومن تاريخه. كفايه الماتش بتاع الاعتزال بتاعه ده مع جوانا لغايه دلوقتي. كابتن ابو تريكه يعني هو اكتر حد خلاني احب النادي الاهلي وامين النادي الاهلي. انا عامه مش من الناس اللي بتتفرج على كوره كتير او بحب الكوره قوي، بس من ساعه يعني ما الجيل بتاع ابو تريكه واللعيبه دي، من ساعه ما شفته في النادي وبيلعب، لا طبعا اخلاقه واحترامه قبل ما كمان يبقى لعيب كوره. لا اللي اثر فيه اكتر واحد ابو تريكه طبعا. حازم وشيكي. مفيش غيرهم في مصر، يعني احسن 2 لعبوا كوره في مصر، حازم امام كبير وشيكابالا.